غيبنا عن الرياض ورجعنا لها بشوق أكبر وأكبر وبخيال أكبر وأكبر. مو قالوا تخيل حنا في إيميجينيشن بارك، يعني مساحة للخيال وسيعة وكبيرة. إيميجينيشن بارك تفتح كل أيام الأسبوع من الساعة 4 العصر وحتى الساعة 1 وفي الويك إند للساعة 2. وش داخلها ب 25 ريال؟ إيش ممكن تشوف؟ تعال نستكشفها سوا. المكان الأنسب لعشاق السيارات، السيارات بكل أنواعها، ما تقولوا لي سيارات كلاسيكية، سيارات فخمة، سيارات نادرة من حول العالم، سيارات للسرعة وغيرها وغيرها. راح تحصلونها هنا أكثر من 400 سيارة متجمعة في مكان واحد. في مزاد بعد شوية للسيارات، في بعضها مثل ما تشوفون معروضة للبيع، راح يبتدي عليها المزاد، وفي بعض السيارات بس موجودة للعرض، وفي بعض السيارات في الخيمة الفي آي بي ممنوع أحد يقرب لها أو يشوفها إلا طبعاً فئة معينة بتذاكر معينة. تعالوا نستكشف الموضوع على سيارات السرعة، أكثر شيء يستهويني وسيارات الكلاسيك الفريدة من نوعها، واللي ممكن يكون من أيام خلينا نقول كم، ستينات سبعينات. خلينا نشوف إيش أقدم حاجة موجودة في المكان. أبرز السيارات اللي موجودة واللي حصلتها هنا لوسيد الأمريكية، اللي أكبر نسبة من استثمارها وأسهمها مملوكة لصندوق الاستثمارات السعودي. شفنا عنها فيديوهات كثيرة وسمعنا عنها، وتم تسليم الدفعات الأولى والتقديم ما زال مستمر. وش أهم مزاياها؟ راح نستكشف مع بعض ضمن الفئتين، الفئة العادية والفئة الأفخم. طبعاً السيارة مجرد ما تستلمونها راح تفتحونها بأكثر من طريقة، بالمفتاح العادي وعن طريق الأبليكيشن وعن طريق السمارت كارد اللي راح ياخذ كل خصائصك اللي انت راح تسجلها في هذه السيارة. وبسم الله وتوكلنا على الله. طبعا انتوا عارفين انها سيارة كهربائية، المزايا اللي فيها بعضها لسه ما انطرحت عند الشركات العالمية. اللي أقدر أقول لكم إن كل شيء بداخلها طبيعي، من جلود، من قماش، من قطن، كل شيء طبيعي 100%. السيارة تشيل 5 أشخاص، تقدرون تتحكمون بالمقاعد وبكل الفيتشر اللي تخص السيارة عن طريق شاشتين للتحكم. هذه الشاشة بالكامل حجمها 34 إنش 5K، يعني مساحة من التحكم عالية الجودة، وبس بالتاتش تقدرون انكم تتحكمون. واذا كنتم مشغولين بالقيادة تقدرون تعطون التحكم الى مساعد الكابتن، خلينا نقول الكو بايلوت او رفيقكم بالرحلة. وغير كذا كمان تقدرون تخفون الشاشة او انكم تقدرون تتحكمون برضو بالفصائل اللي انتم تبغوا تدخلونها اكثر في السيارة. يعني مثلا تبغوا تحموا الكراسي، تبغوا تقدموها، تبغوا ترجعوها، وغير كذا من الخصائص المتعلقة في الانجل والسرعة راح اقول لكم عنها واحدة بواحدة. لوسيد اير تعتبر افخم سيارة كهربائية على مستوى العالم، والخطة انه يبدأ تصنيعها بالكامل داخل السعودية. اهم مزاياها على السريع، اللمبات الأمامية والخلفية بتقنية LED، الفخامة الداخلية ما تقل عن الخارجية، من قوة انسيابية الكراسي وقدرتك على التحكم فيها تحسسك أنك بطيارة خاصة مش بسيارة عادية، سواء كنا نتكلم عن المقاعد الأمامية أو حتى الخلفية. فيها 21 مكبر صوت يعزلك عن العالم، السقف كله قزاز فيعطيك منفس وانشراح، وغير كذا عازل للحرارة. نجي للكفرات، مطلية ومقاسها 20 بوصة، مزودة بقدرة الدفع الكامل حتى إذا كنا نتكلم عن الكفرات الخلفية. الأمان أهم نقطة، مزودة بنظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ. طبعاً فيها شاشات مراقبة للنقاط العمياء وخاصية الصف التلقائي وحساسات من كل جهة. السرعة القصوى للسيارة هي 270 كيلومتر في الساعة، وتمشي مسافة متواصلة ممكن توصل إلى 400 ميل، يعني تسافر وانت مرتاح. السيارة في منها 5 فئات، معدل الأسعار يبدأ من 77 ألف دولار ويوصل ل 180 ألف دولار، وتقديم الطلبات عن طريق موقعهم الإلكتروني. في ناس
ناس تكتفي بمشاهدة الأحداث ومتابعتها من وراء التلفزيون، وفي ناس تحب التحدي والمغامرة وتصنع أحداثها الخاصة. أنا اليوم في إيميجينيشن بارك رح أزور تجارب نتفليكس، تجربة حية لأهم المغامرات. حابين تعيشوا تجربة البروفيسور ولا مسلسل الحبار؟ تعالوا معنا نجرب. مو قلت لكم احنا رح نصنع الاحداث ورح نغير المسلسل بالكامل؟ اعتبروا هذا الجزء الجديد من المسلسل، وحنا جايين نعيد التركيبة بالكامل مع جيش الخاص. جاهزين؟ جاهزين. كالتالي، أنا رح أكون مدسوسة بوسط المشاركين، رح حاول أوجههم وأساعدهم علشان نقدر ننتصر ونطلع من هذا السجن. قبل بعد شوي حيدخل الزعيم، أنا حرجع لتنكري وش لا حد يعلم. موسم الرياض إحنا اللي نصنع النهايات ونخليها أكثر سعادة بخيالنا، مو موسم الرياض قال تخيل؟ تخيلوا دايماً الأجمل والأحلى. من على فين صنعنا أحلى نهاية؟ واتحدنا إحنا والزعيم. إذا عشتوا تجربتكم ما رح تكتمل بالكامل إلا تمرون المتجر الخاص لنتفليكس وتاخذون من الهدايا التذكارية. أكثر شيء يتميزون فيه هي اللوح الجدارية بأحجامها المختلفة لأهم الشخصيات والمسلسلات اللي تحبونها. برضو عندهم الميداليات، عندهم الأكواب والتيشيرتات بكل تأكيد. والشخصياتكم المحببة تعالوا وفتشوا. إذا جيتوا هنا ما تشيلون هم الأكل بتاتاً، عشرات المطاعم والمقاهي متنوعة كأنكم في أي مجمع تجاري عالمي. الأكل هنا متنوع من كل الكوزينات اللي ممكن تختارونها، ورح تستمتعون حتى لو جيتوا بس زرتوا هذا المكان ودفعتوا التذاكر بس علشان تستمتعون وتجلسون مع العائلة وتاخذون لكم وجبة لذيذة. لا والله اني ما شبعت، كيف الواحد يشبع وفي تنوع كبير بالفعاليات؟ يعني جمعوا اهم المسلسلات مع السيارات الكلاسيكيه مع فعاليات تهم الاسره والمغامره، صراحه ولا اروع. لكن نصيحتي الوحيده لكم الحين درجه الحراره 12 مئويه، وكل ما تقدم الوقت حتنزل اكثر واكثر. يعني انا لابسه بلوزه داخليه، من بعدها بلوزه ثانيه شتويه، ولابسة البالطو ومعايا الشال ولسه بردانة. الرياض وموسم الرياض ولا أحلى.